السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي وقفة ارتأتها رئاسة شؤون الحرمين، أو ندوة أقامتها رئاسة شؤون الحرمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، فآثرت الرئاسة مشكورة على أن تجعل هذه الندوة في كلمات نلقيها ليستفيد منها الملقي والمتلقي مما يتعلق بفضائل شهر رمضان، لا سيما وأن شهر رمضان كل على الأبواب. ثم ارتأت الرئاسة أيضا مشكورة على أن تكون القراءة في فضائل هذا الشهر من كتاب من أعظم كتب الرقائق والفضائل التي تتعلق بالرقائق والفضائل والزهد، وهو كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وهذا الكتاب هو لإمام من أئمة الحنابلة، الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين ابن أحمد البغدادي الحنبلي الدمشقي، ومشهور أو شهرته بابن رجب الحنبلي، وتوفي سنة 95 بعد 700 من الهجرة. وهذا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يعد من أصحاب الاختيارات في مذهب الإمام أحمد، هو إمام من أئمة الحنابلة، وتعد اختياراته عند المتأخرين في الرتبة العلى. ثم إنه تميز رحمه الله تعالى بأنه كان جمع بين الفقه والحديث، فقد كان محدثا وكان أيضا فقيها رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من اسمه يتبين، قال لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، عقده في ذكر ما يتعلق بفضائل الشهور والأيام، فبدأ بشهر محرم ثم ختمه بشهر شوال، فذكر في كل شهر ما ورد فيه من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة والآثار وأقوال السلف، بل وحتى الأشعار فيما يتعلق بفضائل هذه الشهور وهذه الأيام. والكتاب الذي بين أيدينا آثرت الرئاسة على أن تتعلق القراءة سموه الإخوة كتاب الصوم، وهذه التسمية لا بأس بها، بمعنى أنه يعني هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، لكن الشيخ هنا سماها بالمجالس، وكأنه أراد بهذا التفريق، قال وظائف رمضان، وظائف شهر شوال، وظائف ذي الحجة ونحوها، فسماها بالوظائف بمعنى الأعمال التي يقدمها المرء أو يأتيها المؤمن حتى يكتسب فيها الأجر والمثوبة في هذه الأيام أو في هذه الشهور، فسماها وظائف. ثم سمى ما يتعلق من مباحث تتعلق تندرج تحت هذه الوظائف بالمجالس، وكأنه أراد أن يفرق بينه وبين كتب الفقه والحديث، فإن كتب الفقه والحديث تقسمها على حسب الفصول والكتب، يقولون كتاب الطهارة، كتاب الصوم، كتاب الصيام، كتاب الحج، لكن المؤلف هنا قال لا، مجالس، مجلس كذا ومجلس كذا ووظائف شهر، حتى هكذا أظن أراد أن يميز بينه وبين كتب الفقه، لأن المقصود بهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو التذكير، بمعنى تذكير المؤمنين
بهذه الأيام وبفضلها حتى يبادر المؤمن ويتقرب إلى الله عز وجل. فلذلك الأنسب لها أن تسمى بالمجالس، مثل هذا المجلس، فهو مجلس تذكير، بمعنى أن المرأة إذا جلس جلس حتى يذكر الله عز وجل. فلذلك كأنه رحمه الله تعالى سماها بالمجالس ولم يسمها بالكتب والفصول. فذكر، فبدأ رحمه الله تعالى أول ما بدأ قبل أن يبدأ بذكر فضائل الشهور، ذكر في المجلس الأول أو في المجالس الأولى ما يتعلق بفضل التذكير بالله عز وجل كتمهيد. فذكر ما يتعلق بالتذكير بالله عز وجل، ثم بدأ بعد ذلك بذكر فضائل الشهور، فبدأ بشهر محرم وذكر الشهور كلها ما عدا جماد الأولى وجماد الآخرة وشهر ربيع الآخر، وكأنه لم ترد آثار أو أحاديث في فضل هذه الشهور. ثم ختمه، أي ختم هذا الكتاب، بمجلس ذكر فيه فضائل التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. فلذلك سنبدأ إن شاء الله تعالى بما يتعلق بذكر بالمجلس الأول وبالوظائف الأولى ما يتعلق بشهر رمضان المبارك. ولعلنا أيضا قبل أن نبدأ لعلي أنوه إلى أمر يتعلق بهذا الكتاب. ابن رجب الحنبلي حافظ مجتهد محدث، لذلك تجد أحيانا ربما في مواضع عديدة يأتي بالدليل أو يأتي بالحديث الضعيف وينوه عليه، وهو محدث، فيقول روي بسند منقطع أو روي مرسلا أو بسند ضعيف أو نحوه. فهذه نحملها على أمرين: إما أن يقال أن الشيخ يرى أنه لا بأس بالاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن هذا قول معتبر قال به طائفة من أهل الحديث، يقولون الحديث غير الموضوع، الحديث الموضوع والمكذوب هذا مردود، لكن نحن نتكلم عن الحديث الضعيف، لا سيما الحديث الذي لم يشتد ضعفه. فلذلك الشيخ كثيرا ما يورد الأحاديث وينوه في مواضع، فيقول وروي بسند ضعيف أو نحوه، فيقال في هذا الموضع إما أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا بأس به بخلاف الحلال والحرام، فإن أهل الفقه يتشددون ويشددون في باب الفقه، في باب الطهارة والصلاة والأحكام التي تتعلق بالحلال والحرام، فإنهم لا يتسامحون في ذكر الحديث الضعيف. لكن بعض أهل الحديث، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه لا بأس بأن يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بمعنى لا يتعلق بحلال أو حرام. هذا وجه. والوجه الآخر الذي أراه ربما كان أنسبا في حق الشيخ في هذا المقام، أن الحديث الضعيف يتقوى بشواهده، بمعنى أنه حين يسرد الحديث وإن كان ضعيفا فلا بد وأن يكون لهذا الحديث شواهد يتقوى بها، فإن من المعلوم عند أهل الحديث أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه، بمعنى هذا الحديث ضعيف لكن إذا ورد ضعيفا من هذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق ربما يرقى إلى أن يكون في رتبة الحسن. فربما كان هذا لا سيما حين يسرد أحاديث عدة، بمعنى حديث ضعيف في هذه المسألة ثم يسرد آخر وآخر وآخر، فالغالب أنه يستدل به في هذا الموضع على اعتبار أن هذا الحديث له طرق، وبهذه الطرق يقوى إلى أن يكون في رتبة الحسن فيستدل به. وأيضا الحديث إذا كان له شواهد، لذلك الكتب التي بين أيدينا أحيانا، يعني محقق الكتاب مشكورا جزاه الله خير، ربما يأتي الحديث ويقول ضعيف، نقول صحيح، وربما كان ضعيفا بهذا الطريق، لكن الإمام لا سيما يعني من كان في رتبة ابن رجب
ونحوه من أهل الحديث ومن أرباب الحديث، والذين يتحرزون في هذه المواضع ويتحرون صحة الأحاديث، فنقول الغالب أنه إذا ذكر هذا الحديث وإن كان ضعيفا فلا بد وأن يكون له شواهد. تقول ليه ما ذكر الشواهد؟ أقول لك لا، ليس من شرطه أن يذكر لك الشواهد، ليس كتاب فقه، لكنه إذا سرد وذكر الحديث فلا بد وأن يكون قد قوي عنده بشواهده أو بكثرة طرقه، فهذا لا بد من الإشارة إليه، لأنه سيأتي في مواضع محقق الكتاب يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. نقول هو ضعيف نعم، لكن هل قوي عند الشيخ عند ابن رجب بشواهده؟ هل قوي عند الشيخ بكثرة طرقه؟ هذا هو الغالب، فإن الشيخ وأمثاله رحمهم الله تعالى من الحديث كانوا يتحرون في هذه المواضع ولا يذكرون إلا ما صح من الأحاديث. نعم، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو الفرج زين الدين أحمد عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في مصنفه لطائف المعارف وظائف شهر رمضان المعظم، فيه مجلسان: المجلس الأول في فضل الصيام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. بارك الله فيك. إذن بدأ بسرد 3 أحاديث وكلها صحيحة، بمعنى مما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذه الروايات 3 ينبني عليها مسائل فقهية سيأتي بيانها، ولا بأس أيضا من الإشارة إلى أن ابن رجب رحمه الله تعالى لما كان فقيها وهذا الفن يغلب عليه، فإنه لا بد في هذا الكتاب، وإن كان الكتاب يتعلق بفضائل الأعمال وما يتعلق بالمواعظ والعظات، لكنه في كثير من المواطن يذكر فقه الحديث ويستنبط منه، وذلك باعتبار أنه فقيه رحمه الله تعالى، وأحيانا ربما حتى يذكر بعض المسائل والقواعد الأصولية التي تبنى على المسألة ونحوها، لكنه في الجملة يعني في جملة الكتاب إنما هو كتاب يتعلق بالمواعظ والزهد والرقائق أكثر من كونه كتاب فقه. فهنا ذكر 3 روايات: الأولى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام، فاستثنى الصيام من تضعيف الحسنات. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. فهذا الاستثناء جاء للعمل لا من مضاعفة الحسنات. والآخر: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فالاستثناء جاء هنا للكفارة. فهذه 3 أحاديث أوردها المؤلف على هذا النحو، ثم سيأتي إن شاء الله تعالى بيان فقهها. نعم. قال رحمه الله: فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال
كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافاً كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم نصف الصبر. إذن الرواية الأولى، بارك الله فيك، الرواية الأولى قال: فعلى الرواية الأولى يكون الاستثناء، استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، كل أعمال الأعمال الخير يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. فقال الله تعالى في الحديث، في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم، فهذا يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر، ليس له مدى، وهذا من فضل الله عز وجل، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة: الصدقة، الصلاة، البر ونحوها كلها، هذه أخبر الله تعالى أنه يضاعفها أضعافا إلى 700 ضعف، لكن قال: إلا الصوم. طيب كم يا رب؟ قال المؤلف: هذا لا عدد له، شيء لا ينحصر، لا يمكن حصره. فقال: بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. ثم استنبط الشيخ في هذا المقام لما كان الأمر كذلك، وهذا من لطائف فقهه رحمه الله تعالى، أنه ربط هذا بالصبر، فقال: فإن الله تعالى قد قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الصابر يعطيه الله تعالى من الأجر ما لا حساب له، ما لا عدد له، ما لا حد له، فإذا لا بد أن يكون ثمة رابط بين هذه الآية وبين هذا الحديث. فلذلك قال: ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. فإذا لما يضاعف الله عز وجل الصوم أو أجر الصوم إلى أضعاف لا يمكن حصرها؟ وذلك لصلتها بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وشهر الصوم شهر الصبر، فلذلك ناسب أن يكون الأجر من غير حد ومن غير عدد. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث آخر عنه أنه قال: الصوم نصف الصبر، خرجه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي خرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الصيام لله، لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. وروي مرسلا وهو أصح. نعم. والمرسل من أنواع الضعيف ومن أقسام الضعيف. بيّن المؤلف هنا وجه يعني كون الصوم فيه صبر،
وأنه تجتمع فيه الأنواع الثلاثة من الصبر. قال: فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله عز وجل، عن معاصي الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وهذه كلها تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله عز وجل، وأيضا فيه صبر عما حرم الله تعالى على الصائم من الشهوات، فإنه يمسك عن الطعام والشراب والجماع، وهذه كلها من شهوات النفس، ويمسك كذلك لسانه عما لا يليق من الكلام المحرم ونحوه، وأيضا هذه في مواضع كثيرة قد تكون من شهوات النفس، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن، وهذا الألم الناشئ من أعمال الصالحات، من أعمال الطاعات، يثاب عليه صاحبه. فلذلك اجتمع في هذا الصوم أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر بالبعد عن معاصي الله عز وجل، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، لأن المؤمن لا بد وأن يصيبه ظمأ وعطش وتعب وإرهاق، لكنه يصبر لله عز وجل. فلذلك ناسب أن يكون هذا الشهر يضاعف الله تعالى فيه الحسنات على هذا النحو المذكور في الحديث الشريف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه، شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجد مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وفي رواية: فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر، كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه. طبعا ذكر المحقق الكتاب ها هنا أن هذا الحديث، وإن كان المؤلف ها هنا ذكر ضعف سنده، قال: وفي سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة، وذكر ضعفه، لكن محقق الكتاب ها هنا ذكر أنه موضوع، ولا بد أيضا من التحري يعني في هذا المقام. فذكر المؤلف ها هنا أيضا أن مضاعفة الأعمال قد ترتبط بشرف المكان وبشرف الزمان، بمعنى إذا كان المكان شريفا شرفه الله عز وجل فإن الأعمال الصالحة تتضاعف فيه، وإذا كان الزمان كذلك شريفا مما شرفه الله تعالى فإن الأعمال الصالحة كذلك تتضاعف فيه. فقال: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، كحرم مكة وحرم المدينة. ثم سرد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فشرف المكان، شرف الله تعالى هذه البقعة المباركة، لذلك يحرص المؤمن أن يستغل هذه الأيام، لا سيما لمن وفد على مكة لأيام، أو ربما أحيان لسويعات، بمعنى يأتي ويعتمر ثم يعود إلى بلده، أن يغتنم هذه اللحظات وإن كانت قليلة أياما أو ساعات، فيقضي هذه الأيام أو الساعات في طاعة الله عز وجل في الذكر وقراءة القرآن والصلاة، فإن شرف المكان لا ريب
أن الله تعالى يضاعف فيه الحسنات. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، وقلنا أن الحديث ضعيف، ومن أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له به 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا. نعم، قال رحمه الله وذكر له ثوابا كثيرا. قال رحمه الله ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان، من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: الصدقة في رمضان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وورد في حديث آخر: إن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. بارك الله فيك. الشرف الأول شرف المكان كالحرم، كحرم مكة وحرم المدينة. ثم ذكر الشرف الآخر وهو شرف الزمان كشهر رمضان وذي الحجة. ثم ساق رحمه الله تعالى الأحاديث الصحاحة التي أشار إليها، منها عن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ثم ذكر، وهذه عادته رحمه الله تعالى، أن ينقل كذلك آثارا ونقولا عن أسلافنا رحمه الله تعالى من أهل العلم. فهذا أثر يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، بمعنى أن ينفق على الأقارب والضعفاء والمساكين ونحوه. قال: فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه، أي في رمضان، أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. وذلك لما علم أسلافنا رحمهم الله تعالى أن شرف الزمان يقتضي أن يضاعف الله تعالى فيه الحسنات، فلذلك حث أسلافنا رحمهم الله تعالى على الإكثار من النفقة. والنفقة أطلقها أسلافنا في هذا الموضع بمعنى النفقة في كل وجوه البر أيا كان، للفقراء والمساكين والأقارب والجيران ونحو ذلك. ثم أيضا ساق بقية من الآثار فقال: نعم. قال رحمه الله: وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1,000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله. ذكر بارك الله فيك، ذكر شرف الزمان، شرف المكان مكة والمدينة ونحوها، ثم ذكر شرف الزمان كرمضان وذي الحجة، ثم ذكر أسبابا أخرى لمضاعفة الحسنات. القلا سمعك، فإن هذا من نفيس الكلام رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله:
وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم وأعطوا كفلين من الأجر. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. أيضا من أسباب مضاعفة الأعمال شرف هذا المؤمن عند الله ومقداره عند الله عز وجل وتقواه، فإن أيضا هذا من أسباب القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك كلما كان المؤمن أقرب إلى الله عز وجل بأداء ما افترض الله تعالى عليه وبالانتهاء عما حرم الله تعالى عليه كان عمله أدعى للقبول. ثم ذكر فقه الرواية الثانية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. استثنى الصوم في الرواية الثانية من العمل، كل عمل ابن آدم له، كل الأعمال له إلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فلما استثنى الله تعالى الصوم من العمل؟ قال: وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، كل الأعمال هي للعباد، لكن الله تعالى اختص الصيام لنفسه لشرف هذه الشعيرة ولشرف هذا الشهر ولشرف الصوم، اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه. قال: وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص بعد قليل إن شاء الله تعالى. والرواية الثالثة، نعم، قال رحمه الله: وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: هذا من أجود الأحاديث وأجلها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. وحينئذ قد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر الله بها ذنوب صاحبها، قد يكفر بها الله عز وجل ذنوب صاحبها، فلا يبقى له أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين السيئات والحسنات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الجنة، قاله سعيد بن جبير وغيره. وفي حديث، بارك الله فيك. طب الرواية الأخرى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فالاستثناء ها هنا من الكفارة، يعني كل الأعمال الصالحة هي كفارة للمؤمن إلا الصوم، فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم من الكفارة؟ فقال: وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. قال: ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: وهذا من أجود الأحاديث وأحكمها، وذلك لما علم أن المقاصة في يوم القيامة والحساب في يوم القيامة، أن المؤمن إذا ظلم أو إذا تعدى فإن المظلوم يأخذ من حسناته
من حسنات الظالم، يأخذ من حسناته إذا كانت صلاة، ويأخذ من حسناته إذا كانت زكاة، ويأخذ من حسناته إذا كانت قربة ونحو ذلك، إلا الصوم. فلذلك فرح سفيان بن عيينة بهذا الحديث، قال هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، وذلك لأنه إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم. إذا ظلم أو إذا أخذ حقوق الناس ونحوها فإن الله تعالى يقتص منه، والمظلوم يقتص منه ويأخذ من حسناته حتى لا يبقى لهذا إلا الصوم، لكن ما يأخذ من صومه. لذلك استثنى هذا الحديث الشريف الصوم من الكفارة، قال فإن الله يتحمل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بسبب الصوم الجنة. جاء وقد ظلم هذا وربما افترى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته، من حسنات الصلاة، ويأخذ هذا من حسنات الصدقة، ويأخذ هذا من حسنات الزكاة، ويأخذ هذا من حسنات بر الوالدين، حتى تفنى حسناته، ما يبقى إلا الصوم. فإذا جاء ليأخذ من أجل صومه منعه الله عز وجل وتكفل به، فيدخله الله تعالى الجنة بسبب ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. وأما قوله فإنه لي، فإن الله سبحانه وتعالى خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة. بارك الله فيك، لعلك تقف لهنا. بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث أيضا تتمة يعني من لما سبق، يعني ما نقل عن سفيان بن عيينة، وكأنه أراد يعني أن يبين أن الصوم لا يسقط بالمقاصة، بمعنى لا يدخل في حساب المقاصة يوم القيامة، فإن الله عز وجل يجعله للعبد خاصة. فلذلك إذا أراد المظلوم أن يأخذ أرضاه الله تعالى يعني بما يرضي به عباده، لكن هذا الصوم يبقى لهذا الصائم فيدخله الجنة. ثم كما وعدنا الشيخ قبل قليل أنه لما أضاف الله تعالى في هذه الأحاديث الشريفة الصوم له، قال إلا الصوم فإنه لي في عدة أحاديث، قال إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي، أضاف الله تعالى قال، وقال المؤلف سيأتي بيانه بعد قليل، ثم ذكرها هنا أقوال أهل الفقه في معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، ثم ذكر وجوها في هذه التأويلات، واختار المؤلف أحسنها فقال. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصوم. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتتوق إلى الطعام، بل قد نهي أن يصلي
ونفسه تتقود إلى الطعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، وخصوصا في نهار الصوف وخصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما كان فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. بارك الله فيك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، فعلله أهل الفقه قالوا: أضاف الله تعالى الصوم لنفسه لاعتباري، وهو أن هذه الشعيرة هي الشعيرة الوحيدة التي يمتنع فيها المؤمن عن سائر الشهوات بخلاف بقية العبادات. فالإحرام مثلا المحرم إنما يمتنع عن الجماع، لكن يبقى يتلذذ بالطعام والشراب ونحوه. وكذلك المصلي إذا امتنع عن الأكل والشرب إنما يمتنع لدقائق معدودة، بل كما واستطرد المؤلف هاهنا، بل قال: حتى في صلاة النافلة يروى، يعني إذا صلى المرء نافلة فإنه يروى عن الإمام أحمد وغيره من الفقهاء أنه يجوز يعني لمن تنفل وعطش أن يشرب ماء وهو في نافلته. قال: إلا الصوم. الصوم لا، الصوم هو الشعيرة الوحيدة التي يمتنع فيها المرء عن سائر الشهوات: شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الجماع. قال: ولا سيما في نهار رمضان الصائف في الصيف الحار، وهذا لا شك فيه، فإن في الصيف يطول النهار وتمتد ساعات الصوم، وربما امتدت ساعات الصوم إلى 14 ساعة ونحوها. فلذلك قال: هذه هي الشعيرة الوحيدة التي يمتنع فيها المؤمن عن سائر هذه الشهوات على خلاف بقية الشعائر. نعم. قال رحمه الله: وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبولة على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. إذن لذلك كان قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لهذا الاعتبار فإن المؤمن إذا امتثل أمر الله عز وجل بترك هذه الشهوات، شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجماع، تقربا إلى الله عز وجل ولهذه الساعات الطويلة. وربما اختلى المرء إلى نفسه، وربما إذا شرب أو أكل لا يعلم به أحد، لكنه يفعل ذلك ديانة
وهذا إنما يتوفر في هذه الشعيرة، أي شعيرة الصيام، دون غيرها من العبادات. لذلك ناسب أن يقول الله عز وجل أو أن ينسب الله عز وجل هذه الفريضة أو هذه العبادة إلى نفسه، لذلك يشكر الله عز وجل فعل العبد فأضاف هذا الصوم وأضاف هذه الشعيرة إلى نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه، أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الإعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. وهذا نقل عن بعض السلف قال: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، لما وعده الله تعالى به. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا حال أكثر الناس صحيح، بل حتى والأطفال، يعني الطفل أحيانا 7-8 سنوات يذهب إلى مدرسته ويعود في شدة الحر وهو في أشد العطش، لكن حتى إذا رغبته وحثثته على الفطر ما يريد أن يفطر، اشرب ماء، لك رخصة، ما يريد أن يشرب. وهذه إنما هي خاصة في رمضان سبحان الله، في هذه الشعيرة دون غيرها. لذلك ذكر المؤلف قال: وهذا من علامات الإيمان. وهذا بالفعل أحيانا حتى أهل المعاصي وأصحاب الفجور وأصحاب المنكرات إذا دخل رمضان حفتهم كذا ذلك الإيمان، يحفهم ذلك الإيمان، فتجده يبتعد عن معاصي الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وربما أيضا يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات بقيام الليل وغيرها. وهذا إنما تلاحظه في شهر رمضان دون غيره. وهذا أيضا معنى مناسب أن يضيف الله تعالى هذا الشهر الكريم لنفسه: إلا الصوم فإنه لي لأجل هذا الفضل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر. ومن جهالهم من لا يفطر
لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا منه على العادة، وقد اعتاد مع ذلك ما حرمه الله من شرب الخمر والزنا وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان. ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله إلى جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس، كما قيل: إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وقال آخر: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال آخر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. بارك الله فيك. ولعل هذا أيضا فيه تذكير، وقد ورد في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وإن لم يذكره المؤلف لكنه يرد في هذا الموضع أن المؤمن ما ينبغي أن يمسك عن الطعام والشراب من غير أن يستحضر أن هذا الأمر قرب لله عز وجل، وأنه يفعل ذلك إيمانا بالله عز وجل. لذلك خص الله تعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: كثير من الناس إنما يصوم من أجل العوائد، يعني بمعنى أن الناس يراهم يصومون فيصوم معهم، لكنه لا يستحضر أن هذه العبادة هي مما افترضه الله تعالى عليه، وأن هذه العبادة مما ينبغي أن ينوي أن تكون قربة لله عز وجل. فنبه رحمه الله تعالى أن هذه العبادة إنما يعظم أجرها وتتقبل إذا صاحبها الإيمان، واستحضر المؤمن نية التقرب إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة. وقيل: إنه ليس فيه رياء، كذا قال الإمام أحمد وغيره. وفيه حديث مرفوع مرسل. وفي هذا الوجه اختار أبو عبيد وغيره وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل وحيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. حتى كان بعض السلف يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة، وقال بعضهم: لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرا، ثم دعا لنفسه بالموت فمات. بارك الله فيك. إذن هذا أيضا الوجه الثاني من أقوال أهل الفقه لما أضاف الله تعالى الصوم لنفسه، قال: إلا الصوم فإنه لي. قال الوجه الثاني أن الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وهذا معروف مشاهد،
فإن الصوم أمر بين المرء وبين الله عز وجل. لذلك حتى أحيانا النساء إذا أفطرن لعذر ما تعرف أنها أفطرت أم لا، ما يتبين لك. لذلك كان هذا الصوم أو هذه العبادة سر بين الله عز وجل. ثم قال وهي نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، وترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة. ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يتولى كتابتها، ولعله صدرها بقوله وقيل، بمعنى أنه قول ضعيف، لكن يذكر أن الصوم لا تكتبه الحفظة، إنما يكتبه الله عز وجل. وقيل أن الصوم لا رياء فيه، ليس فيه رياء. قال كذا قال الإمام أحمد وغيره. قال وفيه حديث مرسل. وهذا الوجه أي هذا التفسير الثاني هو اختيار أبي عبيد وغيره. قال وقد يرجع هذا التفسير إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غيره غير من أمره أو نهاه دل ذلك على صحة إيمانه. إذا تركت شيئا وهذا الشيء لا يطلع عليه غير من أمرك بتركه وهو الله عز وجل دل ذلك على صحة الإيمان. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه. لذلك أفضل الأعمال وأبرك الأعمال ما استخفى به المرء عن أنظار الناس، يعني من الطاعات من القرب من الصلوات ونحوها، أفضلها وأقربها ما كانت سرا بينك وبين الله عز وجل. إلا في مواضع في النفقة ونحوها، ربما يستحب في النفقة في بعض الأحيان أن يعلنها المرء، أن يبينها المرء حتى يقتدي به الناس. وإلا فالأصل في النفقات والصدقات الأفضل أن تكون سرا بين المرء وبين الله عز وجل. ثم ذكر نقولا عن السلف، قال والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه. أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل القرب دائما ما يحب أن يبعد نفسه عن مواضع الرياء، ولا يحب أن يظهر نفسه بمظهر المصلي أو بمظهر الصائم أو بمظهر المتقي أو نحوه، إنما يعامل الله عز وجل سرا بينه وبين الله عز وجل. قال وأهل محبته أي أهل طاعته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه أي الله عز وجل، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة، يعني من مبالغتهم، من مبالغة بعض أسلافنا رحمه الله تعالى، يتمنى أن تكون هذه العبادة وهذه القربة بينه وبين الله عز وجل، حتى الحفظة الموكلون بكتابة ما يفعله وما يأتيه قال يتمنى والله أن لا يروه في هذه الحالة. قال وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره، يعني بعض السلف لما تبين بعض سرائر بعض طاعاته التي كان يتقرب بها إلى الله عز وجل، قال إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبين الله عز وجل سرا، ثم دعا على نفسه بالموت فمات. ما تمنى أن يظهر هذا العمل الذي كان يتقرب به إلى الله عز وجل إلى غير الله عز وجل. لذلك لما ظهر وانتشر بين الناس تمنى الموت وسأل الله عز وجل الموت فمات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر على أن نستكمل ما يتعلق يعني بمجالس هذا الكتاب، فنقرأ المجلس الثاني غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.